لصد الناس عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. ثم رابعا خاتما، اسمحوا لي ان اقول اعيروني القلوب والاسماع والاسماع. الصغرى الكنتاوي رئيسة المركز الثقافي الكمتي فرع الداخل. هذا تقليد دأب عليه مركز الثقافي الكمتي، هو تظاهرة دينية دائما تخريد المولد النبوي الشريف كل سنة. نظموا مسابقة فارس السيرة يتبرعوا عليها مختلف تلاميذ المؤسسات التعليمية في الجهة، وتكون إقصائيات وتقديم جوائز للفائزين، فيها جوائز نقدية وعينية وفيها فيها فيها دعم مادي ومعنوي. هاي التظاهرة بتنسيق مع المجلس الجهوي لحقوق الإنسان، مع مديرية الثقافة، مع التعليم مديرية التعليم، كذلك مع بعض الجمعيات الفاعلة في الحقل الثقافي الديني. هناك قراءات شعرية للشعراء اللي أبدعوا في مديح النبوي الشريف. هذه النسخة ذي المرة بما أن جاءت تزامنا مع ما يعيش عليه المسلمون من واقع تهويد الأقصى المبارك، هناك نصوص شعرية عند هذا الشعراء تضامنا مع آل القدس الشريف ومع القضية الفلسطينية. يعني نصوص شعرية تخلد قضية القدس الشريف على أنها هي قضية المسلمين الأولى. هناك كما قلت المسابقات، هناك دائما محاضرة حول السيرة النبوية العطرة، وهذا كامل من أجل تكريس الثقافة الإسلامية لدى الناشئة والتذكير بأن سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم هو خير المرسلين وخير العباد، وعلى الاحتفاء به يجب أن يكون دائماً